الخد ثقه ما كيناش. البارحه عيط لي واحد السيد قال لي حنا كنعيطوا لك من طرف الضمان الاجتماعي، راك كتستفدي من الدعم ملكي ديال النساء المطلقات، عرفناك انك طلقتي وعندك 3 د الوليدات، توصلنا بالدوسي ديالك، دابا شنو غادي ديري؟ خصك تعطينا المعلومات ديال كارت كيشي ديالك، شمن بنكه كتعاملي؟ قلت لهم هالبنكه اللي كنتعامل بيها. قال لي خصك تعطيني داك المعلومات، التاريخ اللي في كارت كيشي وداك رقم طويل ريب، وغادي تعطيه ليا باش ندوزهم لك. قلت له الضمان الاجتماعي عنده كامل المعلومات ديالي، الدوسي ديالي، وعندي وعندهم الشهاده بنكيه، وكنستافد من التعويضات العائليه. قال لي هذا راه الدعم ملكي. قلت له ما يمكن ليش انا نعطي المعلومات ديالي ديال كارت كيشي لمجرد انسان عيط لي في التليفون، انا نمشي للجنس ديال الضمان الاجتماعي. قال لك لا ولا لا، حنا في كازا، واش غادي تجي حتى لكازا؟ قلت له نمشي لهنا، راه كل شيء كاين يعني بحال هنا بحال كازا. قال لي لا، عطيني داك الارقام لصق لصق لصق. قلت له ما غاديش نعطيهم لك. قال لك واش ما تيقتنيش، انا عندي 3 د الوليدات خدام عليهم، راجع بعقله، وهذا انا ندوز لك المديره ديالنا. هو يدوز لي داك السيده، الو الو الو، وانا نقطع عليه. شي واحد اخر غيثق فيه يعطيه داك المعلومات. كاين واحد المعلومات في كارديا شي، لا مشيتي عطيتيهم راه كينصبوا عليك، كياكلوا ليك داك الشيء اللي عندك، الا عندك شي حاجه في البنكه ديالك كيديو.